صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر قد بذلت خلال 100 يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهدها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي. أوضح رشوان أيضا أن دخول هذه المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري قد واجه منذ البداية عقبة أولية، وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيئ إنشائيا لدخول البضائع ولكن الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح المعبر بمرور الشاحنات. كذلك فقد قام الجانب والجيش الإسرائيلي بقصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطيني 4 مرات على الأقل، وهو ما حال دون أي تحرك عليها. وقامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق.